يا مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا مع حضراتكم اسبوع جديد، اسبوع مهم، ويمكن احنا حطينا نفسنا في الموقف ده. جمهور النادي الاهلي طبعا منتظره بفارغ الصبر مواجهه الاهلي وفيتا كلوب المنتظره، اللي بنسبه كبيره جدا تحسم تاهلنا ان شاء الله باذن الله، وما نستناش بقى الحسابات البايخه وحسبه بيرما والمواقف المعقده اللي ممكن ندخل فيها نتيجه لا قدر الله طبعا لو نتيجه المباراه مش في حساباتنا. قلت لحضراتكم قبل كده انه ماتشات الاهلي من اللحظه دي ان شاء الله باذن الله لغايه لو اتكتب لينا ان احنا نتوج ببطوله دوري ابطال افريقيا هتبقى بالنسبه لنا ماتشات كؤوس، مرحله المجموعات انتهت خلاص، وبالاخص الماتش اللي جاي ماتش فيتا كلوب، لانه الحقيقه فيتا بقى بحسبه الارقام ونتيجه المواجهات اللي حصلت في الثلاث ماتشات الاولانيين في دوري المجموعات بقى المنافس ليك على البطاقه الثانيه في او البطاقه الثانيه للتاهل للادوار اللي جايه. لكن على كل الاحوال انا مطمن الى حد كبير جدا نتيجه الفوارق الكبيره اللي ظهرت في المباراه الاولى اللي جمعت الاهلي وفيتا كلوب في القاهره. صحيح النتيجه ما كانتش في صالحنا وان كان التعادل ايجابي، لكن كنا نستاهل ان احنا نكسب ونكسب كمان بسكور كبير. لكن على كل الاحوال يعني قدر الله وما شاء فعل. الاهم انه من اللحظه دي واحنا قدامنا يعني ساعات يومين عشان نروح للماتش نكون فاهمين كويس جدا. اعتقد انه جماهير النادي الاهلي وقف في ظهر لعيبتها الفتره اللي فاتت كتير جدا، تحملت في بعض من الاوقات عروض مش على احسن ما يكون، تحملت في بعض الاوقات نتائج مش هي اللي كنا بنتمناها. الماتش اللي جاي ملوش مبررات وملوش حسابات، وما اعتقدش انه جماهير الاهلي هتستحمل انها تنتظر انه الفريق يكون مصيره باقدام الاخرين. بمعنى انه الاهلي لو ما قدرش يحسم التاهل امام فيتا في ملعبه اعتقد انه احنا في اللحظه دي هنستنى نتائج الاخرين، نستنى انه سيمبا يتعطل قدام المريخ او سيمبا وفيتا كلوب يتعطلوا مع بعض وبعد كده احنا نحاول نستعيد توازننا. واعتقد انه ده سيناريو ما فيش حد بينتمي للاهلي يتمنى ان هو يحصل. اعمل حسابك انك رايح تلعب ضد الارض، واعمل حسابك انك رايح تلعب ضد الجمهور، واعمل حسابك انك رايح تلعب ضد الحكم، واعمل حسابك انك رايح تلعب ضد الحراره وضد الرطوبه وضد كل العوامل اللي ممكن، والنجيل الصناعي طبعا لانه ده الملعب يمكن ما نكونش متعودين عليه قوي او اللعيبه مش متعوده عليه. فاعمل حسابك انك انت رايح تحارب كل الظروف الممكنه في سبيل انك انت تكشف عن معدنك الحقيقي، تكشف عن شخصيه النادي الاهلي، تكشف عن الشياطين الحمر مستنيين 11 راجل في الملعب يحسموا التاهل بدري بدري ويريحونا ونبص طبعا للماتش اللي جاي بعد كده. ومش ناسين مواقف صعبه كتير الحقيقه، مش بس يعني زمايلي بيفكروني ماتش الهلال السوداني، لكن في مواقف كتير جدا صعبه ظهرت فيها معدن الرجاله وظهر فيها معدن النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله الثلاث نقط يكونوا من نصيبنا. مساء الخير على حضراتكم، طولت شويه. مساء الخير يا ساره. انت طول براحتك يا احمد. مساء الخير عليك ومساء الخير على حضراتكم. حلقه جديده واسبوع جديد من برنامج السادسه، وتاكيدا على اهميه المرحله اللي جايه وعلى اهميه مباراه فيتا كلوب اللي طبعا ما فيش اهلاوي مش قاعد من بدري، مش بس من النهارده مستني المباراه دي ومستني نتيجتها، وزي ما احمد قال انه تقريبا ما فيش حسابات ليها غير ان انت لازم تكسب، لازم نكسب المباراه دي لاسباب كتير قوي، مش بس علشان الثلاث نقط وعلى علشان موقفنا في المجموعه، ولكن كمان علشان نطمن اكتر على فريقنا المرحله دي. وعلشان الحقيقه المرحله دي مهمه جدا، خليني اقول لحضراتكم ان كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي التقى باللعيبه النهارده بعد التمرين بعد الظهر، واتكلم معاهم على اهميه المباراه دي، على قد ايه مهمه جدا ان يكون جمله مهمه قوي قالها لهم، شخصيه النادي الاهلي تبان في مباراه فيتا كلوب، ولازم انه الموقف اللي احنا حطينا نفسنا فيه وده كان كلامه ان احنا نقدر نطلع منه ونقدر نصحح الاوضاع من جديد ونقدر نكمل مشوار افريقيا. كلام مهم جدا ومحفز وبيدعم اللعيبه طبعا قبل مباراه فيتا كلوب، وكان بيتكلم على انه قد ايه يعني في ثقة كبيرة قوي أو في الأول مسؤولية كبيرة قوي على اللعيبة وعلى الجهاز الفني في مباراة فيتا كلوب، وإنه الجماهير حاطة ثقة كبيرة جدا. قال إنه بالرغم إن إحنا حطينا نفسنا في الموقف ده بس إحنا كلنا ثقة فيكم، وجماهير الأهلي كلها ثقة في اللعيبة إن هم يقدروا يطلعوا نفسهم من الموقف ده، يقدروا يفوزوا المباراة دي، يقدروا ياخدوا المباراة دي بكل قوة وجدية ويحققوا نتيجة إيجابية تليق بالنادي الأهلي، وإنه أكيد إن شاء الله اللعيبة هتكون عند حسن ظن الجماهير وحسن ظننا كلنا، وإن شاء الله نقدر نفوز بالمباراة دي. أكيد المباراة يعني حتى لو تعادلنا التعادل فيها يعني
وارد يا احمد، ولكن احنا مش عايزين غير المكسب، وجماهير الحقيقه مش عايزه غير المكسب زي ما قلت لاسباب كتير، مش بس علشان موقفنا في المجموعه، ولكن كمان علشان انت عايز تشوف شخصيه النادي الاهلي بره ارضه في المباراه زي دي فيها كل الظروف الصعبه زي ما كابتن محمود الخطيب قال. المكسب يريحنا بالزبط. المكسب ياخدنا ونروح لبعيد، التعادل يخلي بقاء الحال على ما هو عليه وننتظر ما هو قادم، الخساره لا قدر الله وده سيناريو ما نتمناهوش على الاطلاق يضعف بشكل كبير جدا من فرص النادي الاهلي. كلام كتير ورسائل حقيقه مهمه جدا وخصوصا لرباعي الهجوم في النادي الاهلي، مروان بواليا محمد شريف وصلاح محسن، هنتكلم فيها على مدار حلقه النهارده. خلينا بس نفكر حضراتكم بسؤال حلقه النهارده، عايزين حضراتكم تختاروا افضل ثلاث لاعبين في مواجهه الاهلي الاخيره امام النادي الاسماعيلي، منتظرين اجابه حضراتكم او اختياراتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل المختلفه، الاهلي تي في على فيسبوك، على انستغرام، على تويتر، تردوا على مباراه الاهلي والاسماعيلي مين هم افضل ثلاث لاعبين من وجهه نظر حضراتكم. هنعلن النهارده الفائزين في مباراه الاهلي وفيتا كلوب مباراه القاهره، وهنعلن كمان ترتيب الجدول العام وصل لغايه فين. خلونا نبتدي الحلقه النهارده باهم اخبارنا والعناوين. الخطيب يلتقي بلاعبي الاهلي قبل مباراه الكونغو. الجهاز الفني يركز على تدريبات الكره قبل السفر لمواجهه فيتا كلوب. ايمن اشرف يشارك في المران الجماعي. جلسه جيم وتدريبات تاهيليه لطاهر محمد طاهر. بعثة الأهلي تطير للكونغو لمواجهة فيتا كلوب. اللعب بدون جمهور هو أول قرارات رئيس الكاف الجديد. برحب بحضراتكم مرة تانية، وأكيد طبعا بنتكلم كل تفكيرنا الفترة دي على مباراة فيتا كلوب طبعا اللي هتكون في الكونغو، كل التركيز في المباراة دي. لقاء كابتن محمود الخطيب مع اللعيبة قبل بعد التمرين النهاردة كان مهم جدا، ان هو يحفزهم، ان هو يوصل لهم ثقة الجماهير فيهم، والحقيقة زي ما قلت يمكن المرة اللي فاتت انه الدعم بتاع جماهير النادي الأهلي واصل جدا للعيبة، وانه يطلع دايما ترند انه جمهور الأهلي يثق بكم، وان احنا عارفين ان انتوا رجاله وقد المسؤوليه، وياما اتحطينا زي ما احمد قال في مواقف كتير زي دي، والحمد لله يعني كان النتيجه ان الجمهور او لعيبه النادي الاهلي قادره ان هي تطلع من الموقف ده، وان شاء الله هنشوف نتيجه ايجابيه. خلينا نطمن اكتر على فرقتنا وعلى الاجواء في الكونغو الديمقراطيه. معانا سياده السفير حمدي شعبان سفير مصر في الكونغو الديمقراطيه، برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. خلينا نعرف من حضرتك كده يعني الطياره هتوصل امتى واخر الاستعدادات لاستقبال بعثه فريق النادي الاهلي؟ في الحقيقه الاستعدادات هنا شبه منتهيه ان شاء الله، احنا على تم استعداد لاستقبال الفريق. وفقا للمعلومات اللي وصلتنا من القاهره بعثه النادي الاهلي ان شاء الله توصل حوالي الساعه 7:30 8 مساء هنا في كينشاسا، يعني الساعه 8:30 9 بتوقيت القاهره. ما عندناش توقيت محدد لان انا عارف ان مدينين على رحله خاصه. الاستعداد في المطار، انا في الطريق دلوقتي بالساعه المطار بحيث نوصل ان شاء الله في توقيت مناسب قبل وصول البعثه. واستقبلنا السفاره وفد نادي بيتا واطمنا انهم واخدين على الاقل الجزء اللي هم مسؤولين عنه بشكل طيب، وبقيه الحاجات اللي هم مش مسؤولين عنها انا بتنسيق مع الكابتن سمير عدلي وفرناها الحمد لله، خاصة فيما يتعلق بوسائل الانتقال، لأن اللي موفره نادي فيتا أعتقد بالنسبة لمعايير النادي الأهلي مش كافي كسيادة سيارات، فإحنا كملنا العدد ده من شركة خاصة هنا اتفقنا معاها خلال السفارة. غير كده اتكلمنا معاهم برضه في توقيتات التدريبات بالتنسيق مع الكابتن سمير، والمواعيد اللي اتفق بطلبها النادي الأهلي هم وافقوا عليها، هم في الحقيقة متعاونين بشكل كبير. في تدريبين للفريق في واحد منهم في توقيت المباراه ده اللي هيكون يوم الاثنين اليوم السابق للمباراه، والتدريب اللي بكره اللي هو الاحد ده هيبقى في توقيت المباراه هيبقى نادي فيتا نفسه، والاهلي يتدرب بعدين ان شاء الله في حوالي الساعه 4:30. غير كده كل الامور ان شاء الله، حجز الفندق، ترتيبات الوصول في المطار كله ان شاء الله على أكل. خليني معالي السفيره اطمن من حضرتك، وطبعا مشكورين على الجهد الكبير جدا اللي بتبذلوه الحقيقه مش بس مع الاهلي، مع كل المصريين الموجودين في الخارج، بس خلينا طبعا حضرتك الاجواء ايه في الكونغو الديمقراطيه في الوقت الحالي في ظل طبعا بدايه ازمه كورونا، ويهمنا كمان نعرف
الجو عامل، انا عارف انه يعني يمكن معظم في التوقيت ده الدول الافريقيه بتبقى درجات الحراره فيها مرتفعه، درجه الحراره، الرطوبه، العوامل الجويه بشكل عام. خلينا نبدا مثلا بالنقطه الاولى فيما يتعلق بالاجواء. في الحقيقه في احتفاء كبير بوصول النادي الاهلي هنا. هم بالفعل يعني يتعاملوا مع النادي الاهلي من منطلق القيمه الكبيره للنادي الاهلي في افريقيا. يعني احنا مثلا في وسائل الاعلام او حتى اصدقائنا مع نادي بيتا عارفين قدر النادي الاهلي كويس جدا، عارفين انهم بيتعاملوا مع نادي القرن في افريقيا، عارفين بيمثل لهم نوع من يعني الابهار بالنسبه لهم ان بيصل الفريق الحاصل على ميداليه البرونزيه في العالم الانديه تاريخ النادي الاهلي، فبالنسبه لهم طبعا وجود النادي الاهلي ده قيمه كبيره جدا بالنسبه لهم. الحاجه الثانيه فيما يتعلق بالكورونا والكلام ده كله، احنا اتكلمنا عنهم بالفعل فيما يتعلق بالاجراءات الاحترازيه اللي هياخدوها عشان سواء وفقا لمعايير الكاف او بالنسبه لحمايه الفريق الضيف. فاكدوا انهم كتعقيم بغرف الملابس وادوات التدريب والكلام ده كله، قالوا احنا يعني احنا فريق كبير وعارفين بنعمل ايه وان شاء الله هناخد كل الاحتياطات اللازمه. ارتباطا بموضوع الكورونا طبعا المباراه بدون جماهير بس هيبقى متواجد فعلا بالفريقين بالاجهزه الفنيه بالدعوات وكله، قالوا انه وفقا لاشتراطات الكاف مش هيبقى فيه اكثر من 3000 شخص في الملعب الشامل كله. هو اللي احنا عرفناه انه رئيس الكاف الجديد يمكن كان اول قراراته انه ماتشات البطولات الافريقيه هتلعب بدون جماهير. احنا تواصلنا يمكن في السادسه قبل كده مع بعض المسؤولين في فيتا كلوب وقال انه هيسمح بدخول حوالي 3000 متفرج لمتابعه المباراه، لكن يمكن الخبر النهارده انه الكاف اصدر قرار انه هيمنع حضور الجماهير في الماتشات الافريقيه. نفهم من حضرتك برضو اخر التطورات في الشان ده تحديدا. هو اخر تواصل بيني وبين نادي بيتا وده كان امبارح ان هيبقى فيه 3000، انما لو في قرارات جديده النهارده من الكاف انا ما اعرفش بقى يعني تطبق من امتى، من المباراه دي يعني تنفيذ فوري، انا في الحقيقه مش على درايه بالتفصيل. اخر حاجه سمعتها منهم ان في 3000 في الملعب. طيب فيما يتعلق بالظروف الجويه في الكونغو الديمقراطيه في التوقيت الحالي برضو احنا عارفين الماتش هيتلعب بدري، ففي نفس التوقيت ده درجات الحراره بتبقى طبعا الساعه 2 الظهر المباراه هنا بتوقيت كينشاسا. في الحاله دي هتبقى يعني دي الدرجه العظمى بقى في خلال اليوم، هي يعني اعلى درجه حراره خلال اليوم هي الساعة 2 الظهر. عموما في ماتشات البطولات المحلية التوقيت ده طبيعي؟ يعني هل الملاعب هناك ما بتسمحش ان المباريات تتلعب بالليل او في وقت متأخر شوية؟ ما فيش أضواء كاشفة ولا تم اختيار الميعاد ده تحديدا عشان مواجهة النادي الأهلي؟ أغلبية الملاعب هنا مش مضاءة، بس الملعب اللي هتلعب عليه المباراة ده الرئيسي هو مضاء. وقبل كده الأهلي كان النادي الأهلي كان هنا من سنتين بالظبط في مارس 2019 مع نادي الجيزة واتلعبت المباراه على الاضواء. المباراه دي هم مختارين الميعاد ده اعتقد بتاع الجيم. درجه الحراره هتبقى يعني متوسطها في الفتره دي من السنه من 32 ل 35 درجه. بيصاحبها برضه درجه مش قليله من الرطوبه. فهي بتبقى يعني فتره في اليوم بتبقى صعبه بدرجه الحراره. بس الاجواء في الفتره دي متقلبه، يعني في احيانا بتلاقي في نفس التوقيت درجه الحراره اقل من كده بكتير والرطوبه مرتفعه فبتبقى مقبوله، فنتمنى في يوم المباراه ان شاء الله تكون درجه الحراره يعني معقوله ان شاء الله. نتمنى ده طبعا، نتمنى ده. بشكر حضرتك جدا سياده السفير حمدي شعبان. خليني اسال على الملعب معالي السفير، يمكن بدايه ملعب المباراه بيبعد قد ايه تقريبا عن فندق الاقامه؟ كمان اعرف لانه انا عارف الملعب ده نجيل صناعي، هل هيسمح للنادي الاهلي بالتدريب ايضا على ملاعب نجيل صناعي هتكون متاحه ولا ده ممكن ما يكونش متوفر بشكل كبير؟ اولا الملعب مش بعيد عن فندق الاقامه. يعني بتتكلم في حدود من 15 ل 20 دقيقه. تمام. اما بالنسبه لطبيعه الملعب والارضيه الجيل الصناعي فاصلا الاهلي شو تدريبين فقط خلال فتره تواجده اللي هم بكره الاحد وبعد كده يوم الاثنين والتدريبين على الملعب الرئيسي للمباراه. تمام. اعتقد ميزه كبيره جدا. بس انا كنت عشان بس بتاكد من نقطه النجيل الصناعي لانه حضرتك عارف طبعا انه حساسيه اللعب على النجيل الصناعي بالنسبه للعيبه بتبقى محتاجه ان هم يتمرنوا عليها قبلها بفتره، وان كنت حتى اتمنى كمان يتمرنوا عليها.
معالي السفير بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق طبعا في مهمتكم مع النادي الاهلي بطل مصر وافريقيا في زيارته للكونغو الديمقراطيه. طبعا كان معالي السفير حمدي شعبان سفير مصر في الكونغو الديمقراطيه، وزي ما قلنا لحضراتكم فرق التوقيت ساعه، يعني هو كان بيقول ماتش هيتلعب الساعه 2 يبقى هيتلعب 3 بتوقيتنا. الفرقه ان شاء الله توصل النهارده الساعه 8، يعني يوصلوا تقريبا يعني في حدود معلوماتنا ان شاء الله يوصلوا بالسلامه الساعه 9 الا ثلث بتوقيت القاهره النهارده. واضح انه فكره اللعب الساعه 2 دي تحديدا عشان تكون درجه الحراره بالنسبه لهم يعني عنصر ضغط او عنصر مساعد على لعيبه النادي الاهلي. انت المفروض تبقى خلاص بقى متعود على كل الظروف حتى لو دي نيته، انت المفروض خلاص بدات تعمل تدريباتك اللي كانت على التاتش الفتره اللي فاتت على فكره في وقت متاخر شويه في وقت بدري شويه علشان يكون في جو حر شديد، وفعلا الكام يوم اللي فاتوا في مصر كانوا الحر الجو حر جدا الصبح، وده كويس طبعا مش هيبقى نفس درجه الحراره في الكونغو ولكن يمكن يساعد شويه. المفروض ابقى دايما عامل حسابي يا احمد انه اي ظروف ممكن اتحط فيها في اي بلد في اي وقت، وهو ده النادي الاهلي، يعني انه حتى لو درجة الحرارة شديدة التدريبات تكون في درجة حرارة شديدة، ولما يروحوا هناك لازم زي ما قلنا علشان الجيل الصناعي يتمرنوا عليه أكتر، يتمرنوا في جو شديد الحرارة، وأكيد الجهاز الفني عامل حسابه على ده. خليني أقول لحضراتكم كمان أن الجهاز الفني الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي ركز على تدريبات الكرة خلال التمرين الأخير بالقاهرة اللي هو كان النهاردة الصبح على ملعب التاتش قبل السفر للكونغو لمواجهة فيتا كلوب. التمرين بدأ بمحاضرة طويلة مع مستر بيتسو موسيماني المدير الفني طبعا مع اللاعبين، واتكلم على الجوانب الخططية اللي بيرغب في تنفيذها خلال التمرين. كان في كمان فقرة بدنية قبل التركيز على الجوانب الفنية، وكان أبرزها التدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى. الجهاز الفني كمان أجرى تقسيمة بمشاركة حارسين في الجزء الأخير من التمرين. مهم جدا التمرين على الكرات العرضية والتصويب على المرمى يا أحمد. فعلا جدا طبعا، يعني وبمناسبة كلامك على الكرات العرضية والتصويب على المرمى، في رسالة بقى أنا حابب أوجهها، يعني يمكن هم في الجو دلوقتي مش واصلة بس ممكن توصل حتى من خلال السوشيال ميديا، لرباعي الهجوم في النادي الأهلي مروان بواليا محمد شريف صلاح محسن. والحقيقة يمكن الرسالة دي مفادها في مباراة مهمة قبل ماتش مهم جدا زي ماتش فيتا كلوب، انه انتوا الاربعه تقريبا على خط واحد، يعني الفرصه قدامكم كلكم كبيره جدا، والفرصه يمكن في ماتش زي ده في ظل الظروف المحيطه بيه تدي لي للفرصه نفسها اهميه كبيره قوي. بتهيالي انه محتاجين او انتوا الاربعه محتاجين تغتنموا هذه الفرصه، محتاجين تبصوا لماتش فيتا كلوب، ومحتاجين تبصوا لليومين اللي جايين سواء فيما يتعلق بالتمرين او بالاستعداد او درجات التركيز كأعلى وكأهم ما يكون. شايف أنه كل واحد من الأربعة المفروض يحارب ويقاتل عشان يبعد شوية في المسافة عن اللي واقفين حواليه. عشان كده بيتهيألي أنه ماتش فيتا كلوب بالنسبة للرباعي ده على وجه التحديد، تاني بقول مروان محسن صلاح محسن محمد شريف وبواليا تقريبا في منتهى الأهمية. وأتمنى أنه جماهير النادي الأهلي كلها الحقيقة تتمنى أن الأربعة يكونوا في فورمة عالية، وتتمنى أكتر وأكتر أن اللي شارك فيهم يقدر يستغل الفرصة كأحسن ما يكون. بمناسبة الرباعي الهجوم مفيش رسالة للي ورا الخط اللي ورا، يعني اللي ورا الحقيقة مطمننا، يعني يجيب أهداف بس ما يدخلش فينا أهداف. ده أكيد طبعا. لا يعني إلى حد ما جمهور النادي الأهلي من ناحية الناحية الدفاعية، خدي بالك ماتش فيتا كلوب اللي فات احنا اتظلمنا فيه ظلم بين، دي حقيقه. وحتى الحكم مع اعترافه واعتذاره عن ضربه الجزاء مش هيغير حاجه، برده مش هيغير حاجه. وفكره ان مفيش فار في دور المجموعات في افريقيا ده غريب جدا وقرار خاطئ من الاول، علامه استفهام كبيره في اكبر بطوله افريقيه بالزبط. نتمنى انه ده يتم تفاديه في النسخه الجديده، بس الاهم بالنسبه لي النسخه اللي احنا شغالين فيها انه ما يكونش فيه اخطاء تاني، انه كفايه لحد كده. الفاتوره اللي اتدفعت في ماتش فيتا كلوب فاتوره ممكن تكون لا قدر الله مكلفه جدا، يعني ممكن تكون مؤثره جدا في مشوار النادي الاهلي، وده اللي احنا طبعا ما نتمناهوش. احنا بس الرد الوحيد او التقدير الوحيد او يعني الحاجه الوحيده اللي يطلبها جماهير النادي الاهلي انه ما يكونش في تعرض لظلم تاني من اي نوع، ما يكونش في تدخل من التحكيم يحدد طريق النادي الاهلي يستمر في البطوله ولا لا قدر الله يخرج منها. ده التعويض الوحيد او رد الاعتبار الوحيد عن الغلطه الفادحه اللي دفع النادي الاهلي تمنها في ماتش فيتا كلوب في القاهره واللي كلفته
نقطتين غاليين جدا كانوا كفيلين الحقيقه ان هم يريحوا اعصاب لاعبتنا، وراحه الاعصاب تفرق كتير جدا في مستوى اللعيبه وفي ادائهم وفي تركيزهم وفي شخصيتهم. لعيب متوتر ومضغوط عليه وبيصارع على نقطه، مستواه بالتاكيد مختلف تماما، درجه تركيزه بالتاكيد مختلفه تماما، قدراته النفسيه والذهنيه والعصبيه مختلفه تماما عن لعيب بيلعب على نقطه بنقطه. طيب خلينا لا مش طيب ايه افكرك بحاجه قول افكرك افضل ثلاث لاعبين في مباراه فيتا كلوب بما ان احنا هنتكلم أيوة عن فيتا كلوب. انت صح خلاص احنا طبعا هنعلن. لا انت اللي تعلن وانا هقول طيب. الجدول الحقيقه يمكن انا في بعد الماتش على طول قلت لحضراتكم انه النادي الاهلي وده حقيقي يعني بالارقام وبالاحصائيات كان مقدم مباراه من ناحيه الاداء كاروع ما يكون، قدره كبيره على السيطره الكامله، الاستحواذ الكامل، صناعه الفرص الكامله، كان بينقصنا طبعا اللمسه الاخيره، لكن اللعيبه اجادت بشكل كبير وقلت هيبقى في صعوبه في اختيار الافضل اللاعبين في المباراه وده كان حقيقي. واحنا بنتابع فرز عمليه فرز الاصوات الحقيقه يعني الدنيا حاضره، كل اللعيبه كل الاسماء تقريبا كانت حاضره، لكن اللي قدروا ان هم يحسموا النتيجه في المركز الاول واستمرارا لتالقه في الفتره الاخيره كان نيجيري جونيور اجاييه هو صاحب تصويت الجماهير وفاز بالمركز الاول وحط اضاف لرصيده ثلاث نقط في جدول الترتيب. طيب يجي في المركز الثاني طبعا يعني نجم النادي الاهلي واللي دايما مطمنين وهو موجود الحقيقه في الفريق في اي مباراه هو الشناوي اللي قدر ان هو يفوز بالمركز الثاني بعد تصويت الجماهير. محمد الشناوي ما شاء الله ماشي بسرعه الصاروخ في جدول الترتيب وخصوصا في ماتشات الشهر الاخير. فارق ما شاء الله النهارده بشكل كبير، هنستعرض مع حضراتكم جدول الترتيب بس لازم نقول انه في المركز الثالث كان اللاعب المالي الي ديانج الحقيقه يمكن تألق وابتدى في المباراه الاخيره واكثر من ماتش حتى في ماتش الاسماعيلي كمان كان من اللعيبه اللي ابتدت بشكل كبير جدا تستعيد الفورمه العاليه اللي ختم بيها السيزون اللي فات. وديانج الحقيقه في حاله استعادته لمستواه اعتقد انه هيكون اضافه كبيره جدا مش بس لخط نص النادي الاهلي لا الحقيقه للفرقه بشكل كبير. جدول الترتيب اتغير، جدول الترتيب اتغير ونتابع مع حضراتكم. ده مش جدول الترتيب هو ده جدول المركز الترتيب. الاول طبعا بيجي زي ما قلنا لحضراتكم الشناوي برصيد 17 نقطه بعد ما لعب 16 مباراه مع النادي الاهلي، بيتراجع بقى للمركز الثاني كابتن بدر بنون ب 12 نقطه بعد 17 مباراه مع النادي الاهلي. في المركز الثالث برضو تراجع ايمن اشرف ب 10 نقاط، وبعديه علي معلول بيجي في المركز الرابع ب 9 نقاط، بعديهم كهربا ب 8 نقاط، وديانج قدر يتقدم وبقى معاه في رصيده 8 نقاط. اقف بس هنا قبل ما نكمل بقيه الجدول عشان كده بقول لك الاهلي احنا مطمنين من ناحيه الدفاعيه. 1 2 3 4 5 6 دول اول 6 لاعبين في الترتيب كلهم مراكز دفاعيه، شناوي حارس مرمى، بدر بنون، ايمن اشرف، علي معلول، واليو ديانج الوحيد كهربا. من المهاجمين هو اللي كهربا. كهربا وخدي بالك كهربا الثمان نقط اللي حققهم في كانوا في شهر ديسمبر، كهربا غايب عن عمليه التصويت بشكل كبير جدا على مدار شهر يناير بالكامل ما خدش اي مركز، وعلى مدار شهر فبراير نفس الحكايه، فانت عندك حاله اطمئنان كبيره جدا للمراكز الدفاعيه او خط الدفاع في النادي الاهلي. بيجي بعد كده جاييل اللي بيتقدم في الترتيب وبيوصل رصيده لسبع نقط، وليد سليمان، طاهر محمد طاهر محافظين، ومحمد مجدي قفشه محافظين على مراكزهم برصيد ست نقط لكل واحد فيهم، بعد كده محمد هاني خمس نقط، حمدي فتحي خمس نقط، محمد شريف ثلاث نقط، وعمرو السوليه نقطتين، اكرم توفيق نقطتين، واخيرا وولتر بواليا نقطه واحده. مين اللي كانوا حاضرين ونفسه على المراكز الثلاثه الاولى في ماتش الاهلي وفيتا كلوب؟ كان حاضر مروان محسن كان بينافس بقوه، عمرو السوليه كان بينافس بقوه، محمد شريف كان بينافس بقوه، لكن زي ما قلنا لحضراتكم الترتيب في النهايه راح لجونيور اجاييه وراه محمد شناوي وراهم اليو ديانج. خليني بقى اطمن حضراتكم كمان على ايمن اشرف، طبعا لاعب النادي الاهلي قدر ان هو يشارك النهارده في التمرين الجماعي اللي كان النهارده الصبح على ملعب التاتش، وده كان طبعا اخر تمرين قبل مواجهه فيتا كلوب المقرر ليها يوم 16 مارس، اخر التمرين في التاتش طبعا قبل السفر. ايمن اشرف كان خضع لفحص طبي قبل انطلاق التمرين علشان نطمن على حالته بعد طبعا ما كان تعرض لاصابه بكدمه وشكوى من حاله اجهاد عام، وقدر ان هو ينفذ برنامج
برنامج علاجي وتأهيلي، وانتظم النهاردة في التدريبات الجماعية. بيتسو موسيماني زي ما قلت لحضراتكم حرص ان هو يكون في محاضرة بينه وبين اللعيبة قبل انطلاق التمرين علشان يأكد على أهمية مواجهة فيتا كلوب، وان هو يركز على الجوانب الفنية والخططية قبل المباراة دي، واتكلم على مدى أهميتها بالنسبة للفريق الفترة دي، وكمان اكيد بالنسبة للعيبة بالنسبة لجماهير النادي الأهلي اللي في ثقة كبيرة قوي في اللعيبة قبل المباراة. طيب هنجري مع حضراتكم في الأخبار سريعا عشان وقتنا. طاهر كمان نطمن بس الجماهير على طاهر، الحقيقة طاهر كمان بينفذ برنامجه التأهيلي ومع الفرقة إن شاء الله احتمال كبير جدا يكون حتى لو خد حتى يعني جزء من المباراة. كان عنده جلسة في الجيم وبعد كده جري حوالين الملعب ونفذ بعض الفقرات كده والتدريبات التأهيلية طبعا تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، وده ضمن أو في إطار بقى برنامج كامل بيقوم بتنفيذه عشان يتخلص من حاله الاجهاد العضلي الموجوده في الفتره. خلينا احمد بنقول قائمه الفريق المسافر للكونغو نفكر الناس بيها طبعا: محمد الشناوي، احمد رمضان بيكم، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، حمدي فتحي، مروان محسن، محمد شريف، ايمن اشرف، بدر بنون، حسين الشحات، ديانج، وعلي لطفي، وعمرو السوليه، وصلاح محسن، وقفشه، وسعد سمير، وناصر ماهر، واكرم توفيق، والتر بواليا، طاهر محمد طاهر، جونيور اجاي، محمد هاني، مصطفى شوبير، واحمد نبيل كوكا. طيب نروح للمكتب التنفيذي الافريقي. يمكن واحنا بنتكلم مع معالي السفير حمدي شعبان سفير مصر في الكونغو كان قال انه اخر معلوماته هي انه المباراه هيشهدها او هيسمع بحضورها لحوالي 3000 متفرج، وده كان برضو نفس العنوان لتواصلنا مع اعتقد نائب رئيس فيتا كلوب هنا في السادسه لما قالوا ان هم هيسمحوا بدخول 3000 متفرج لمتابعه ماتش الاهلي. كان سكرتير النادي بالظبط كده، هيسمحوا بدخول 3000 متفرج لمتابعه ماتش الاهلي وفيتا كلوب. النهارده الحقيقه باتريس موتسيبي رئيس الكاف الجديد اعلن ان كل الماتشات اللي في البطولات الافريقيه سواء بطولة دوري الأبطال أو بطولة كونفدرالية أو حتى مباريات بتجمع منتخبات القارة الأفريقية مع بعض هيمنع فيها حضور جماهيري بأي شكل من الأشكال حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص، بعد ما لاحظ طبعا أنه في بعض الدول زي ما حصل مثلا في ماتش الأهلي وسيمبا كده سيمبا سمح بحضور جماهيري، أنه في بعض الدول ما عندهاش تشدد فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية أو ما عندهاش أزمة، أو هي بتقول يعني أن ما فيش عندها أزمة نتيجة انتشار فيروس كورونا أو كوفيد 19 وبالتالي بتسمح بحضور الجماهير. هو شايف أنه ده بيعتبر خلل كبير جدا في منظومة الكرة الأفريقية وشيء بيأثر على مبدأ تكافؤ الفرص، وبالتالي أعلن أنه بداية من اللحظة هيكون في منع لحضور الجماهير في كل المباريات الإفريقية، بالإضافة لتصريح مهم نتمنى نشوف بوادر وأسس واضحة ومعايير واضحة متفق عليها زي ما هو بيقول لإصلاح منظومة كرة القدم المضطربة في القارة الأفريقية، ونتمنى نشوف ترجمة لده طبعا سريعا. ده موتسيبي، وبالمناسبة موتسيبي هو الرئيس الأسبق أو رئيس السابق على طول لنادي سان داونز الجنوب أفريقي. بالمناسبة في ناس كتيرة جدا بتقول يا بخت سان داونز إنه يعني على أساس إنه رئيسه هو اللي بقى رئيس الاتحاد الافريقي وان ده ممكن يصب في مصلحه سان داونز. لا طبعا لازم يكون في تفرقه وفي عدل، يعني ما فيش حاجه اسمها انه عشان رئيس سان داونز يبقى في مصلحه يعني لسان داونز في موضوع يعني. بس ممكن طبيعي ان الناس تربط، لكن في النهايه طبعا اعتقد حساسيه المنصب اللي هو بيتولاه ورغبته الشخصيه في ان هو يكون ناجح اعتقد تنفي بالزبط. او تمنع اي فكره من النوع ده. طيب تسمحوا لي في دقيقتين يعني سريعا جدا حقيقه، وانا لسه راجع من الاقصر يعني حضراتكم طبعا جماهير النادي الاهلي كلها تابعت افتتاح الاهلي الاقصر. اقول انه على مدار يمكن 7-8 شهور انا طول عمري مشجع ومنتمي وعاشق للنادي الاهلي، وكنت بلعب دوري كواحد من الجمهور وواحد من المتابعين والمتفرجين للنادي الاهلي، وكنت ببقى فرحان جدا وفخور جدا بانتمائي للكيان ده على مدار سنين عمري الطويلة دي. لكن الحقيقة انه لما اصبح ليا دور فاعل وبقيت ضمن منظومة كبيرة جدا بتشيل مسؤولية النادي الاهلي، وفي خلال فترة 8 شهور بس شفت انجازات كتيرة جدا بتتحقق على ارض الواقع، شفت فوز وتتويج ببطولات كبيرة جدا، بطولات قارية وبطولات عالمية،
شفت الاهلي بيحقق دوري ابطال وبيحقق بطوله دوري وبيحقق بطوله كاس وبيجيب ميداليه برونزيه في رياضه واحده بس هي كره القدم، ومعاها بطولات كتيره جدا بتتحقق في مجالات تانية، ومع الانجاز الرياضي شفت تطوير. انا بكلم حضراتكم في فتره 8 شهور شفت ملعب جديد بيحمل الاهلي اسم الاهلي، الاهلي والسلام. حضرت بنفسي افتتاح الاهلي الاقصر، شفت قناه الاهلي في شكلها الجديد ومدى التطوير اللي حصل فيها. وفي خلال الفتره دي سالت نفسي سؤال، اي نادي في مصر وفي قاره افريقيه وفي الوطن العربي بدون مبالغه وبدون تحيز عشان يحقق حجم الانجازات دي محتاج وقت قد ايه؟ محتاج سنين وسنين. الحب والعشق للنادي الاهلي مش مرتبط بس بفكره البطولات والتتويج والصداره والمركز الاول، انا بيتهيالي انه مرتبط بنموذج، نموذج بيقدم مثل واضح جدا على ازاي تكون ناجح وازاي تبص لقدام وازاي يكون عندك القدره دايما مع كل النجاح انك انت يكون عندك نظره ازاي تطور نفسك وازاي تروح لمستوى افضل من اللي انت وصلت له. فاصل ونروح ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. كرة أمريكا اللاتينية الممتعة وتحديداً كرة أوروجواي هتكون موضوع الفيديو كونفرنس النهاردة. هيكون معنا خورخي فوساتي المدير الفني السابق لمنتخب أوروجواي. طبعاً بنرحب بيك في البداية على شاشة النادي الأهلي وبنشكرك على وجودك وعلى وقتك معنا. شكراً. هو سعيد جداً طبعاً بوجوده معنا. وسعيد جدا بتواصله مع أي مكان داخل مصر، هو سعيد جدا بمعرفته بكل المصريين اللي تقابل معهم، وهذا وما يقوله هذا هو يعني من صميم معرفته بالمصريين. طب خليني أبدأ مع حضرتك باثنين من أهم وأبرز المهاجمين في الفترة الأخيرة من أوروجواي اللي بيلعبوا في أوروبا، لويس سواريز وكافاني، إديسون كافاني. الحقيقة الاثنين لفترات طويلة جدا تألقوا مع اثنين من أقوى الأندية الأوروبية، سواء سواريز مع برشلونة أو كافاني مع باريس سان جيرمان، لكن في الفترة الأخيرة حصل توتر في العلاقات، سواريز مع كومان وكانت النتيجة انتقاله لأتلتيكو مدريد، وكافاني يعني ما استمرش مع بي إس جي واضطر الانتقال لمانشستر يونايتد. بتشوف ازاي انتقال بدايه سواريز لاتلتيكو مدريد، وهل اخطا كومان في التفريط في موهبه وفي لاعب مؤثر بحجم سواريز؟ يعتقد أنه في المقام الأول كل ما جرى داخل نادي برشلونة وما يعرفه أكثر هم بداخل النادي، ولكن يصل إلى وصل اللاعب في تلك المرحلة إلى نقطة يكاد يكون غير مستعد للبقاء أكثر من ذلك. وبالنسبة وبالنسبة للمدرب كومان كانت هناك أمور ربما تكون أكثر من إمكانياته الشخصية، وداخل كل هذا كان على سواريز في هذه المرحلة أن يترك نادي برشلونة ويتوجه إلى وكان غير سعيد في تلك المرحلة، لم يكن سعيدا بالقدر الكافي، فلذا فكر جيدا في الرحيل عن برشلونة في ذلك الوقت. ورأي سواريز وانتقاله لأتلتيكو دي مدريد كان قرار جيد بالنسبة له، وهذا هو ما يراه بالنسبة للويس سواريز. على الرغم من تمسكه ومحاولة استمراره في برشلونة، إلا أنه فيما يبدو أنه انتقاله لأتلتيكو مدريد كان فرصة كبيرة جدا لسواريز عشان يستعيد نفسه ويستعيد مستواه مرة تانية. يعني كان من الممكن أنه سواريز لو بقى في برشلونة ما كانش قدم نفس المستويات أو كان ليه نفس المردود زي اللي بيحصل مع أتلتيكو مدريد في الوقت الحالي.
هو بالفعل كذلك. بالنسبة لسواريز مستواه في داخل أتلتيكو أفضل بكثير مما كان عليه في برشلونة. طيب أروح لإديسون كافاني اللي يمكن انتقاله لمانشستر يونايتد يعني مريح بالنسبة لعشاق المان يونايتد بشكل كبير. مهاجم خطير، مهاجم بارع، قدم مستويات أكثر من رائعة ومواسم طويلة جدا ناجحة مع بي اس جي. بداياته كانت موفقة إلى حد كبير لغاية لما سمعنا بعض التقارير عن توتر العلاقة بينه وبين مانشستر يونايتد. تصريحات لوالده بتقول إنه كافاني عنده الرغبة في الانتقال، ترك الدوري الإنجليزي وترك المان يونايتد واللعب لصالح بوكا جونيورز الأرجنتيني. ليس لديه معرفة كاملة بهذا الأمر. هناك بعض الأخبار التي تؤكد ذلك والأخبار أخرى تنفي الأمر تماما. ومثلما قال عن سواريز قبل ذلك، وإنها رغبة اللاعب، وأينما يكون سعيدا يجب أن يكون، وهذا هو ما يمكن أن يقوله في حالة هذا اللاعب. إنها أمور متغيرات من مكان إلى آخر، المهم أن يكون سعيدا. بالنسبة لكرة القدم الأوروبية لها لا لا لها مميزات خاصة، ويعتقد أن الأمور من الممكن أن تكون كذلك بالنسبة لأي لاعب أوروبي، فله حرية الانتقال من نادي إلى آخر. ربما يكون هناك اختلاف بعض الشيء عن آسيا وأفريقيا بالنسبة لانتقال اللاعبين، ولكن في أوروبا الوضع يكاد يكون مختلف في حرية الانتقال بشكل كبير. من وجهة نظرك، وانت يمكن توليت تدريب المنتخب منتخب أوروغواي في فترات سابقة، ايه هي فرصه في كوبا أمريكا البطولة اللي جاية؟ يعتقد أن هناك فرصة جيدة من أوروغواي، لها إمكانيات كبيرة في اللاعبين، وخاصة في آخر 10 سنوات قدمت العديد من اللاعبين المتميزين، وهذا ما يظن أن يكون في المستقبل بالنسبة لمنتخب أوروغواي. وعندها مشروع طيب بالنسبة لإعداد منتخب متميز ومتفوق، وعندهم رؤية ربما تمتد إلى 15 عاما في المستقبل تعتمد على الاختيار الأفضل للمنتخب البلاد. ويعتقد تماما أن عندهم كل الإمكانيات المسخرة لخدمة المنتخب لتحقيق هذا الهدف، ولذلك يجب أن ننظر إلى الأمر هكذا. بالنسبة لكأس كوبا أمريكا هي نقطة انطلاق بالنسبة للمنتخب الأوروغواني. سينيور خورخي، خليني أسألك كمان على بمناسبة، أنا يعني أعرف أنه عندك تجربة في التدريب في بعض الأندية العربية، من وجهة نظرك ايه فرص احتراف اللعيبة في أوروغواي في الأندية العربية سواء في المنطقة العربية او في افريقيا؟ هل بترى انها بيئة ممكن تكون جاذبة بالنسبة لهم، ولا التفضيل في المقام الاول بيكون للدوريات الأوروبية؟ يعني ربما يكون أجاب على هذا السؤال في سؤال سابق. في المقام الأول العالم العربي
السلطاسي والف ليس ليست كل الفرق على مستوى موحد، وربما يكون هناك منتخبات افضل او من بلد الى اخر او مصر بالنسبه للمنتخب المصري او المنتخب السعودي، او هناك اختلافات معينه على حسب امكانيات كل منتخب. ولكن كل ما يراه او رؤيته لهذا الامر ان اللاعب العربي مهيئ تماما لان يلعب في اي مكان في العالم. طيب انا عشان وقتي خليني برضو اسالك على بعض التقارير الصحفيه اللي تحدثت عن وجود مفاوضات مع حضرتك في فتره ما قبل مستر موسيماني لتولي مسؤوليه تدريب النادي الاهلي، هل الاخبار دي كانت صحيحه او هل من الممكن انك انت تفكر انك انت تيجي للتدريب في المنطقه العربيه او تحديدا في مصر؟ كان له شرف ان يكون على اتصال مع بعض المسؤولين من النادي الاهلي لتدريب الفريق الاول، وهذا حصل اكثر من مره. تحدث معه المدير المسؤول في ذلك الوقت، وآخر مرة ربما كان هناك تواصل بينه وبين إدارة النادي الأهلي في نوفمبر في ذلك الوقت، ولم يكن تكن الأمور أو الظروف مهيئة في ذلك الوقت لأن يعمل في تلك المرحلة، ربما كان بانشغالات معينة تخصه في ذلك الوقت، ولم تكن الأمور متعلقة بأمور مادية أو غير ذلك. ولكن عندما تكون اللحظة مناسبة ومتوافقة معه سيتخذ القرار، وشكرا لله أن الأمور ممكن أن تصل إلى اتفاق في أي لحظة في المستقبل. مستر خورخي، تابعت مونديال الأندية في نسخته الأخيرة، ويهمني اعرف رايك في المستوى اللي قدمه النادي الاهلي اذا كنت تابعت البطوله، وخصوصا انه حقق الميداليه البرونزيه على حساب بالميراس بطل امريكا الجنوبيه. كان مستوى النادي الاهلي متميز جدا في كأس العالم للأندية، واستحق الفوز بالمركز الثالث، وقدم عروض طيبة جدا، واللاعب المصري واللاعب الأفريقي بشكل عام هو لاعب مميز يمكنه يتحمل الكثير والكثير، والنادي الأهلي يمتلك فريق قوي متميز وعندهم سرعات متميزة وإمكانيات عالية، ويستطيع أن يقول يمكن أن يكون هذا المستوى موجود في كأس أمريكا وفي أي مكان في العالم، لديهم إمكانيات عالية. مستر او سينيور خورخي فوساتي المدير الفني السابق لمنتخب اوروغواي، بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا على شاشه الاهلي في السادسه. برحب بحضراتكم مره تانية، واكيد كل حد من جماهير النادي الاهلي الفتره دي مش بيفكر غير في سيناريو مباراه فيتا كلوب، ايه اللي هيحصل فيها، المفروض موسيماني يبدا بمين، يلعب بانهي تشكيل، كل ده الحقيقه في جماهير وفي بال كل الجماهير الحقيقه، كله بيفكر في المباراه دي في السيناريو ده. والحقيقه انه خليني اطمن حضراتكم انه الجهاز الفني واللعيبه عاملين كل اللي عليهم، وكويس انه السفر من دلوقتي والتدريبات تكون في وقت حر جدا شديد الحراره
القرار علشان يبقى ملائم لمباراة فيتا كلوب أو في نفس الموعد، وكمان طبعا إن هم يقدروا يتمرنوا أكتر على النجيل الصناعي. نتكلم أكتر عن المباراة دي وعن الفترة الجاية، وهي فترة حاسمة الحقيقة بالنسبة للنادي الأهلي في مشوار أفريقيا مع نجم الأهلي السابق كابتن عبد الله جلال. برحب بيك يا كابتن. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. برحب بيك ومنورنا طبعا. وخليني أبدأ معاك من مباراة فيتا كلوب، مباراة العودة، وانت عارف الموقف في المجموعة وعارف قد ايه المباراة دي الفوز فيها مهم. شايف المباراة فنيا ازاي ومدى صعوبتها بالنسبة للنادي الأهلي؟ لا، هي بسم الله الرحمن الرحيم في الأول كده، يعني هي المباراة مجملا كده في الظاهر هي صعبة، لكن هي ممكن تبقى جوه الملعب سهل. بشكل آخر يعني بتبقى سهلة. اللي بيسهل الماتش دايما هو اللعيبة. اللعيبة هي بتبقى عايزة ايه من الماتش؟ طالما انت عايز ايه من الماتش وعايز مكسب او نزل على مكسب، بتسهل على نفسك دايما جوه الجيم نفسه بجانب التعليمات، بتنفيذ التعليمات من المدير الفني مستر موسيماني. طبعا هو طبعا حر في اختيار تشكيلته، في لعبته، ازاي هيئهم للاجواء اللي حضرتك قلت عليها، برضو الاجواء الحاره، ملعب نجيل صناعي، فكل ده بصعوبات ممكن تقابل الفريق. لكن كشغل فني ما اعتقدش ان برضو كم الفرص اللي لعيبه النادي الاهلي ضيعتها في المباراه اللي كانت هنا في استاد القاهره تقدر برضو انها تعوضها هناك، لكن الاجواء تبقى مختلفه شويه، لان انت هنا لعبنا مثلا في اجواء ليليه، ملعب طبيعي. دي الحاجات اللي ممكن تاثر العواقب بس. لكن على المستوى الفني انا شايف ان في فروقات كبيره ان شاء الله، يعني ودي في صالح النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي طبعا يقدروا يتغلبوا بيها على فريق فيتا كلوب هناك. القصه كلها برضو ان برضو الاجواء الفتره اللي فاتت او النتائج اللي هي بتاعت الفريق في الفتره الاخيره هي اللي ممكن لحد ما تكون يعني فيها قله ثقه شويه عند بعض الجماهير. لكن الموضوع نفسه او القصه نفسها في ان المباراه تبقى صعبه هناك، لا هي مش هتبقى صعبه، لان هي ممكن اللي صعبها بس الاجواء. طيب خلينا نقف عند الاجواء او المباريات اللي فاتت. مباراه الاسماعيلي مثلا اخر مباراه قبل مباراه فيتا كلوب، واللي هي المفروض كانت الاعداد او البروفه الاخيره قبل المباراه دي، عايز اعرف شفتها ازاي، شفت ازاي الفريق فنيا في مباراه الاسماعيلي؟ فنيا ممكن يكون تركيز اللعيبه كان اقل، وبالذات في الشوط الاولاني يعني التركيز كله منصب كان على يعني الى حد كبير في مباراه فيتا كلوب. ويمكن الاجواء الى حد ما الملعب ما كانش برضو مستوي، فالطبيعي ان برضو ان هتبقى الكوره برضو ماشيه زي ما هي كانت ماشيه في الشوط الاولاني كده، سوء ارضيه الملعب، وده يمكن اشتكى منها مستر موسيماني في الشوط الاولاني انه اثرت بتاثير كبير على مجريات اللعب. ممكن يبقى برضو مشابه لحد ما ان برضو الكوره لما بتيجي بتمشي في نجيل صناعي عكس ما بتمشي في نجيل طبيعي. طبعا ارضيه الملعب او سوء ارضيه الملعب يبقى ليه تاثير على ان حركه الكوره تبقى ماشيه ازاي، استلام اللعيبه، تفكير اللعيبه، التوقيتات بتاع التحرك او ان انا اتصرف جوه الملعب بالكوره بتاعتي بيبقى لها تاثير. لكن ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي يقدروا يتغلبوا على الموضوع ده. هنرجع لمباراه الاسماعيلي. لعيبه بنسبه ممكن تقول مثلا نسبه 60 70% كان لها تاثير كبير، ان هم متاثرين جدا، واخده من تركيزهم، وكان باين جدا في الشوط الاولاني ان هم برضو في مس باص كتير، في قله تركيز في بعض التصرف في الكوره، في قله حركه من الدفاع للهجوم والعكس. في بعض الاوقات كده كان بيبقى برضو حاله سرحان، كل ده مقديه بان انت مثلا اللعيبه بنسبه 60 70% مركزه في ماتش فيتا كلوب، لان ده الاهم الفترة. شفت مباراة الذهاب مباراة فيتا كلوب انه الاهلي كان يستحق الفوز فيها؟ بالنسبة 100% طبعا 100%. يمكن الفرص او كم الفرص اللي ضاعت من اللعيبة مهدرة بشكل عجيب، وركلة الجزاء الوهمية اللي وركلة الجزاء طبعا احتسابها. ركلة الجزاء دي انا مستغربها، يعني حكم رضوان جيد فعلا، اسمع على مستوى ان هو رضوان جيد، بس خانوا التوفيق في ان هو يكون جيد في المباراه دي. هو يمكن اعتذر بعدها، ولكن يعني زي ما بنقول خلاص ايه اللي هيحصل، يعني ما هو الاعتذار مش هيقدم حاجه، مش هيقدم يعني الاعتذار دايما ما بيقدمش حاجه.
شفت شايف ازاي اصلا فكره انه ما فيش فار تقدر ترجع له في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا؟ يعني احنا فعلا دفعنا فاتوره ده في المباراه اللي فاتت، ولكن نتمنى انه يعني خلاص ما يحصلش حاجه تاني بقى. احنا نتمنى من الاداره الجديده طبعا للرئيس الكاف الجديد انه برضو يبقى فيه برضو اصلاح في حته الفار دي، واصلاح في حته منظومه التحكيميه بالذات. يعني المنظومه التحكيميه في الاتحاد الافريقي يمكن الى حد ما يشبه بعض الكلام يعني السيء، لكن احنا نتمنى ان يبقى فيه اصلاح دايما باستمرار في المنظومه التحكيميه، ودي حاجه لازم هتفيد كمان الكره الافريقيه انها ترتقي وترجع لمرجوعها وسمعتها في وسط الخمس قارات اللي احنا ممكن نتكلم فيهم، ان هم ان القاره الافريقيه دايما كانت مميزه، وكانت دايما على مدار الفترات اللي فاتت كلها ان هي دايما القاره الثانيه بعد اوروبا. فيمكن الفتره الاخيره بسبب بعض المشاكل او ممكن نقول بعض القضايا الفساد اللي كانت موجوده في خلال الاربع خمس سنين اللي فاتت تراجع الترتيب بتاع قاره افريقيا. فارجو ان اتمنى ان الاداره الجديده يعني تصلح من المنظومه دي يعني الفتره الجايه. اخر كلام كان للسكرتير العام لنادي فيتا كلوب الكونغولي، كان معانا في القناه في البرنامج على التليفون، وكان بيقول انه هيبقى في جماهير 3000 حد في مباراة الأهلي وفيتا كلوب، ولكن النهاردة رئيس الكاف الجديد كان بيتكلم أنه أول قرار ليه أنه المباريات هتقام بدون جماهير. لحد دلوقتي لسه الموضوع يعني لم يحسم، هل ده معناه أنه فعلا المباراة دي مش هيكون فيها جماهير؟ خلاص لو في جماهير والثلاث آلاف شخص دول، شايف أنه ده هيبقى ليه تأثير على المباراة أو مجرى المباراة، مباراة الأهلي وفيتا كلوب؟ أنا شايف أنه بشكل عام أي فرقة بتلعب النادي الأهلي بتعتمد بالشكل الاساسي على الجماهير بتاعتها. بتلعب على الحته دي لان دايما، حتى لو نرجع بالذاكره من اسبوعين كنا بنلعب سيمبا التنزاني، هو لعب على نقطه ان هو بيلعب على 30000 متفرج، ودي صعب في ظل جائحه كورونا، لكن هو لعب عليها لان ما عندهمش برضو نفس الاجراءات الاحترازيه اللي موجوده في كل الدول اللي موجود فيها جائحه كورونا. فهو لعب على النقطه دي، نقطه حته الجماهير، والجماهير الافريقيه بالذات بيبقى لها برضو لها طابع خاص في ان انت برضو بيبقى فيه مثلا ممكن تبقى عادات زي السحر مثلا، في جماهير بتعمل بعض الايحاءات اللي هي ممكن تشغل اللعيب على ان هي سحر، لكن قصه بقى السحر او مش سحر ده موجود برضو في افريقيا بشكل كبير. لكن نرجع لمرجوعنا، حته برضو الجماهير لها تاثير وهم بيلعبوا على النقطه دي، حته ان انت ما بقاش مرتاح في حته ان انا العب في وسط استاد متقفل او حتى في بعض الجماهير، وبالذات في الاعداد الكبيره، كل ما زاد الاعداد بيبقى ليها تاثير ان انا اقف في ظهر الفريق بتاعي. هم بيلعبوا على النقطه دي، وطالما لعبوا على النقطه دي فاعتقد ان برضو رئيس الكاف الجديد برضو انا شفت له التصريح بتاعه ان هو بيقول من باب العداله ان كل الفرق تلعب في مستوى واحد، فارجو ان الموضوع يتنفذ فعلا ويبقى ما فيش جماهير، لان دي هتبقى عداله للكل ان شاء الله. اكيد. من وجهه نظرك يا كابتن، ايه احسن سيناريو ممكن موسيماني يلعب بيه المباراه دي او اكتر يبدا بيه المباراه؟ بنتكلم على التشكيل، بنتكلم على انه يبقى في ضغط هجومي من الدقيقه الاولى، ولا شايف المباراه المفروض يبقى افضل سيناريو ليها ايه من وجهه نظرك؟ افضل سيناريو لو هتكلم بدماغ مستر موسيماني، الافضل ليه ان هو يلعب بنفس السيستم اللي هو كان بيلعب بيه قبل كده، شخصيه النادي الاهلي اللي احنا بنتكلم عليها، ضغط عالي من اول دقيقه بعرض الملعب. لكن مش هقدر اقول لك ان هو برده ممكن افتح الموضوع قوي بان هو ضغط عالي، لان انا بلعب على انجيل صناعي، انجيل صناعي بياخد مجهود اللعيب، بياخد من تركيز اللعيب، ممكن في خلال برضو يا معلش البدني بتاعي على نجيل طبيعي ممكن اقدر اوزعه على مدار 90 دقيقه، لكن في نجيل صناعي لو قدرت العب ضغط عالي ممكن في خلال 60 دقيقه بالظبط واكون خلاص. لكن هو لو انا في احتياج شديد قوي للمباراه ولازم ارجع بالثلاثة بونت ومن بدري، يبقى انا هلعب هوزع وهقسم المباراه بتاعتي ضغط من اول دقيقه
مقدار تلت الاولاني من المباراه، 30 دقيقه الاولانيه من المباراه، وقدرت اخلص فيهم، ودول اهم 30 دقيقه اللي انا اخطف فيهم، وده كانت سمه موجوده مع مستر موسيماني في الدور قبل النهائي مع في مباراه الوداد، وحتى المباراه النهائيه قدام نادي الزمالك برضو قدرنا نخطف في اول خمس دقائق اول 10 دقائق، وشفنا ازاي كانت ضغط من البدايه حتى لما كنا بنلعب الوداد بره ارضه. لسه كلام كتير قوي مع كابتن عبد الله جلال، بس بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مره تانية، ولسه منورني كابتن عبد الله جلال، وكلام كتير عن مباراه الاهلي وفيتا كلوب، هي حديث الساعه. خلاص يا كابتن، اكيد النهارده كان في بعد تمرين النادي الاهلي قدر انه كابتن محمود الخطيب طبعا رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ان هو يجتمع باللعيبه، يتكلم معاهم، يقول لهم قد ايه المسؤوليه كبيره قوي عليهم، ولكن ثقه الجماهير فيهم كبيره، وانه زي ما حطينا نفسنا في الموقف ده انه لازم الفوز في المباراه دي عشان نريح نفسنا، احنا قادرين وكلنا ثقه ان اللعيبه تطلع نفسها من الموقف ده وتحقق نتيجه ايجابيه وتاخد المباراه دي بكل جديه. هو انا يعني انا مشفق على كابتن محمود الخطيب دايما في كل الاوقات، لانه الصراحه يعني شايل مسؤوليه كبيره، شايل مسؤوليه كبيره، بيشتغل في جميع الاتجاهات، يعني كان الله في عونه، دي حاجه. الحاجه الثانيه هو دايما دوره رئيسي دايما وداعم رئيسي لفريق الكره بشكل خاص، وهو دايما متصدر المسؤوليه في سواء في هزيمه في مكسب في كل حاجه. كلامه دايما من ساعه ما تولى المسؤوليه الاداريه في تاريخه في النادي الاهلي، هو دايما داعم لفريق الكوره بشكل ايجابي، هو دايما في ظهرهم، دايما بيديهم الثقه، دايما بيشعل جواهم النار والحميه اللي هي بتاعت المكسب دايما والحميه بتاعت البطولات. فارجو ان اللعيبه تكون استفادت النهارده من القعده معاه في الجلسه اللي عملوها قبل ما يطلعوا على المطار، ودي حاجه كويسه طبعا تديهم الحافز ان هم يروحوا هناك ان شاء الله ويرجعوا بثلاثه بونت ان شاء الله والمكسب ان شاء الله. ان شاء الله. عايز اسالك، بما اننا بنتكلم على الانجازات في عهد كابتن محمود الخطيب برئاسه النادي الاهلي، شفت افتتاح اهلي الاقصر؟ شفت. تابعت؟ يعني احنا بنتكلم على انجازات مش بس على مستوى رياضي يا كابتن، مش بس ولا كوره وسله، يعني مش رياضه بس، مستوى التطوير كمان. اكيد، انا زي ما بقول لحضرتك والله كان الله في عون المسؤوليه، يعني من راح الافتتاح بتاع فرع الاقصر ورجع قعد مع فرقه الكوره، فدي في حد ذاتها مسؤوليات كبيره. الانجازات اللي هو بيعملها كابتن محمود الخطيب يعني في اوقات قياسيه زي ما بيقولوا كده، يعني لسه كنت بسمع الاستاذ احمد سمير برضو بيتكلم، هو في خلال 8 شهور ان تعمل انجازات زي كده، دي في حد ذاتها برضو يعني ممكن نقول من حاله من الاعجاز، الاعجاز البنائي زي ما بيقولوا كده. حاجه يشكر عليها كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته طبعا المساند ليه والمسؤولين برضو معاه اكيد طبعا، وشركه استادات الحياه، لانه دي حاجه يستحقها كل جماهير واعضاء النادي. بالظبط، هو من اول يوم تعهد على استعاده الجماهير، وزي ما كنت بقول لحضرتك ومن المسؤولين كمان شركه استادات، يعني ده نتاج وحده اقتصاديه كبيره بين النادي الاهلي وشركه استادات الشركه الوطنيه. اكيد طبعا، يعني التحالف اللي موجود بين النادي الاهلي وشركه استادات دي حاجه كويسه، حاجه في ظل ان هو بيحاول يطور منظومه النادي الاهلي للاحسن، دي خارطه طويله طبعا اكيد. وفي نفس الوقت شركه استادات على ما سمعت المهندس سيف الوزير امبارح كان بيتكلم في خارطه لمده 5 سنين تقريبا هيعلن عنها الفتره اللي جايه، ودي اعتقد ان هو ربنا يكرمه يعني ويبقى حاجه كويسه في تطوير المنظومه الرياضيه في مصر باذن الله. خليني بقى اسالك يا كابتن على يعني مشوار افريقيا بشكل عام، او نتكلم على البطوله بشكل عام، شايفها ازاي النسخه الحاليه دي في ظل استفاقه فرق كتير، منها الترجي، منها سان داونز الافريقي، جنوب افريقي، شايف ازاي النسخة الحالية؟ يعني هو أنا شايف من رؤيتي يعني الفترة اللي فاتت إن في فرق اتعلمت من النسخة اللي فاتت. يعني فرقة الترجي اتعلمت من الكبوات اللي حصلت معاها، وبالذات حسوا بقيمتهم أو بضعفهم في الفترة اللي هي لعب فيها نادي الزمالك في كأس السوبر، ورجع لعبه في المجموعة تاني وبعد كده خرج، وبعد كده برضو وفرقة سان داونز برضو اتعلمت من خلال النسخة اللي فاتت لما الأهلي الحمد لله رد الاعتبار وكسبهم في الاستاد القاهره وتعادل معاهم هناك، بس عمل برضو ماتش كويس. كل الفرق دي اتعلمت من كل الاحداث اللي حصلت معاها، وبالذات مع الفرق الكبيره. فاعتقد ان هم
فوقوا فرقهم ببعض التدعيمات سواء مادية أو من اللعيبة، وعدلوا برضو من الأجهزة الفنية بتاعتهم. كل دي ساعدت إن هي تظهر مرة تانية في بطولة أفريقيا. التشبيه بأن احنا ممكن نكون مختلفين في حتة إن النسخة دي برضو ممكن تكون مشابهة للنسخة 2006 كنت برضو أنا كنت لسه بتكلم معاك في الفاصل، لأن مع اختلاف إن الماتش كان بره وجوه، يعني احنا مثلا فيتا كلوب تعادلنا معاها هنا، ان شاء الله باذن الله هنروح نكسب الماتش هناك يعني ان شاء الله، ونرجع بثلاثه بونت ويبقى في حاجه كويسه ان شاء الله. شايف النسخه الحاليه ممكن تكون في صعوبه النسخه اللي فاتت ولا ممكن تبقى اصعب كمان؟ ممكن تبقى اصعب، ممكن تبقى اصعب، لان انا زي ما احنا لسه بنتكلم دلوقتي ان في فرق فائت وفي فرق كمان ظهرت، يعني مثلا سيمبا ممكن يكون الناس كلها برضو في خلال النتائج الايجابيه اللي عملها بره ملعبه او جوه ملعبه الفتره اللي فاتت ماشي بشكل كويس لحد ما بالنتائج بتاعته، الا ان برضو في فرق كبيره برضو احنا كنا بنتكلم عليها زي الترجي وصن داونز برضو ماشيين بخطه ثابته ان هم يرجعوا نفسهم في ظل انخفاض المستوى اللي كانوا فيه في النسخه اللي فاتت. بترشح مين انه يتاهل الدور ربع النهائي عن المجموعه الاولى؟ الفريقين اللي ترشحهم في دوري ابطال افريقيا. مجموعتنا احنا مجموعتنا احنا انا برشح الاهلي نمره واحد طبعا، اول مجموعه ان شاء الله، وغالبا هيبقى سيمبا معاك. سيمبا تنزاني. سيمبا تنزاني. طيب من بطولة أفريقيا خلينا ناخدك لبطولة الدوري والمنافسة فيها برضو، قد إيه مهمة جدا كل المباريات الفترة دي؟ كنت دايما بتكلم أنا وأحمد إنه كل اللي جاي بالنسبة للنادي الأهلي مفروض مباريات كؤوس سواء دوري أو أفريقيا، يعني لازم إنه الثلاث نقاط مهمين جدا. شايف إزاي المنافسة على بطولة الدوري الموسم ده أو النسخة دي؟ هو النسخة دي برضو يعني مشابهة لنسخ تانية قبل كده، بس هو السنة دي الميزة ان كل الفرق متقاربة في المستوى، كل الفرق بتكسب بعض، اللي مدي طابع حماس شوية او مدي طابع يعني الى حد ما للدوري ان هو قوي شوية، ان في فرق على عكس المتوقع تماما ان هي تكون بتنافس على الهبوط من بداية الدوري لغاية الوقت اللي احنا لغاية الجولة اللي احنا بنلعب فيها دلوقتي. خلاص يعني فرقة مثلا يعني انا زعلان بشكل خاص على فريق زي الاسماعيلي كده مثلا، الانتاج الحربي، وادي دجله، الفرق دي فرق كبيره، فرق كانت في وقت من الاوقات انها بتنافس على بطوله الدوري او بتنافس على المربع الذهبي زي الانتاج او وادي دجله. فالطبيعي ان انا لما اجي في اول خمس ست جولات او ثمان جولات الاقي الفرق دي بتنافس على الهبوط وتفضل مستمره برضو في حته ان هو سلسله النتائج السيئه، فدي برضو مديه طابع حماسي شويه. وفي فرق على عكس المتوقع برضو ماشيه بشكل كويس والسهم بتاعها طالع لفوق، سهم النتائج بتاعها طالع لفوق، الاداء برضو بتاعها الى حد ما في ماتشات كتير برضو كويسين وعاملين اداء كويس زي فرقه سيراميكا زي فرقه الجونه، لكن برضو ما اقدرش احكم برضو في الوقت ده، لان ممكن احكم ممكن في خلال نهايه الدور الاولاني، لان في حاجات كتير بتتغير. ليه فرق كتير تبقى ماشيه يعني كده ماشي وعاديه جدا وبتخسر مباريات كتير وبتيجي قدام النادي الاهلي فجاه تلاقي الكيرف عالي جدا، الاداء عالي جدا، المجهود مضاعف دايما بيكون قدام النادي الاهلي؟ ده طبيعي، لان يعني يعتبر يعني ممكن نقول 90% من لعيبه الدوري الممتاز بيبقى مش هقول لك اقصى طموحهم ولا حاجه، بس يعني ممكن يبقى اقصى تركيز ليه واقصى حاجه ممكن ياخدها في لقطه الموسم ان هو يلعب ماتش كويس قدام النادي الاهلي. ايا كان بقى، هو مثلا ممكن بفكره ان هو هلعب ماتش كويس قوي عشان النادي الاهلي ممكن يفكر فيا ويشتريني، ممكن يبقى لو هو طموحه عالي قوي كده مثلا ممكن يقول هلعب ماتش كويس قوي عشان احترف بره او مثلا اروح منتخب مصر، بيبقى الافكار مختلفة. لكن اغلب ويمكن 90% او 95% من لعيبه الدوري الممتاز لما تيجي تلعب قدام النادي انها هو ده ماتش الموسم،
هو ده اللي هتصيد فيه قدام النادي قدام مصر كلها، لان مصر كلها بتتفرج على ماتشات النادي الاهلي. اكيد. مين اكتر لعيبه في النادي الاهلي الفتره دي شايف ان مستواها ثابت، شايف ان انت دايما مطمن وهي في اي مباراه من مباريات النادي الاهلي، مش حاسس انه يا رب يكون مثلا اللاعب ده في يومه؟ اكيد كل لعيبه النادي الاهلي الفتره اللي فاتت يعني مؤديه اداء كبير جدا، بس مين اكتر لعيبه بتبقى عارف ان هي المفاتيح اللعب، الكي بلايرز اللي انت مطمن ان هي في مباراه حاسمه زي دي؟ هو نمره واحد طبعا يعني الشناوي، اكيد يعني ربنا يحفظه ويحميه يعني من شر الاصابات ومن شر الحسد، ويفضل مستمر على المستوى كده. طبعا كل العالم او كل مصر عارفه ان الحارس نص الفريق، لا احنا في وقت من الاوقات او خاصه الفريق اللي بينافس على بطولات دايما بيبقى لازم الحارس هو الفريق كله. وطالما الفريق بيمتلك حارس بالكواليتي بتاعت محمد الشناوي كده، انا اتمنى ان يكون مثلا في 2-3 زيه مثلا قاعدين برضو في النادي الاهلي زيه كده برضو، يبقى ليه البديل عشان يبقى برضو مطمن، ابقى مدي الثقه لنفسي كجمهور وانا بتابع كده فريق النادي الاهلي كده، ان ان شاء الله عندي 1 و2 و3، حتى لو واحد مش موجود هيبقى فيه 2. شناوي مثلا، في علي معلول ربنا يرجعه بالسلامه من الاصابه يا رب، في كابتن وليد سليمان طبعا لما بينزل او بيبدا بيديني الثقه برضو ان في حد لعيب كبير بكواليتي الكابتن وليد شايف سليمان. غياب معلول ووليد سليمان الفترة اللي فاتت مؤثر؟ ليهم تأثير كبير. ليهم تأثير كبير، لأن أنا اتكلمت في الكلام ده قبل كده أو في الموضوع ده قبل كده، إن دايما الليدر جوه الملعب ليه دور، اللعيب الخبرات ليها دور. علي معلول مش هقول لك بقى يعني سن، لا ممكن يكون خبرات كلاعب دولي ولاعب في حتته ليدر. فمش لازم الليدر ده يبقى ماسك شارط القياده، ولكن ممكن يبقى فكره وطريقه التوجيه للعيبه زمايله جوه الملعب هي اللي بتفرق كتير مع اللعيبه، ودي انا شايفها في علي معلول وكابتن وليد سليمان. طيب كنا بنسال دايما الجماهير افضل 3 لعيبه من وجهه نظركم في كل مباراه، عايز اعرف في مباراه الاسماعيلي اللي هي كانت المباراه الاخيره قبل مباراه فيتا كلوب، شايف مين كانوا الافضل، افضل 3؟ يعني انا مش ممكن تقولي مثلا الشناوي؟ ها انا بقى دايما بقى يعني حتى لو غلط بقول الشناوي يعني. ممكن اجاي شويه نمره 2، وعدي برضو يعني برضو شويه برضو صلاح محسن. صلاح بشكره على الهدف اللي عمله والمجهود اللي عمله في الوقت اللي هو لعبه فيه. طيب خليني اقول لك، هي النتيجه كانت اجاي رقم 1 وبعدين الشناوي وبعدين ديانج. ماشي، انت ايه رايك في ديانج في المباراه؟ لا ديانج كويس بقى يعني، مع اني كان في يعني حاجات بسيطه كده قليله بس برضو ممكن يمشي. لا شايف كويس. انه فكره تلاحم المباريات الفتره اللي فاتت يا كابتن، وان انت طالع من بطوله داخل بطوله وطالع من مباراه على مباراه اصعب منها، يعني اثرت على مجهود اللعيبه الفتره اللي فاتت في الكام مباراه اللي فاتوا سواء فيتا كلوب او الاسماعيلي؟ اكيد. وانا عايز اقول برضو يعني برضو الـ في ناس برضو يعني مش واصله لها حته ان انا العب بطولات متتاليه. وسمه النادي الاهلي دايما ان هو بيلعب في كل البطولات، بيلعب على البطوله نفسها. يعني كان في مثلا شويه كوميكس على ان احنا النادي الاهلي راح يلعب على بطوله كاس العالم للانديه وراح ياخدها. لا فعلا النادي الاهلي لما بيروح يلعب على بطوله بيروح عشان يلعب عشان ياخدها. طالما لعبت على التارجت نمرة 1 عندي، أكيد يعني هوصل له، ما وصلت لهوش هوصل للي بعده. أنا مش بفهم موضوع الكوميكس ده بس يا كابتن، بس أنت ما دخلتش أصلا البطولة وبتتريق إن النادي الأهلي. لا أنا أنا برد على اللي برضو يعني يعني برد لحد ما ممكن على الكلام برضو بتاع حضرتك برضو، إن فعلا في ناس ما دخلتش البطولة وفعلا بتتريق فعلا، لكن انا بتكلم في حد ذاتي ان انا اخش واشارك في البطوله ويبقى حلمي وطموحي مشروع. طالما انا مشارك في البطوله، طالما انا مشارك في البطوله زي طبعًا. انا مشارك دلوقتي انا في بطوله الدوري ده بالظبط، انا مش تفكيري ان انا رايح إن أنا بظهور مشرف، انا رايح إن أنا أحلم احصل إن أنا على مركز او اخد البطوله. وفعلا ما النادي الاهلي قدر ان هو يحقق البرونزيه اكيد، وانت قاعد تتفرج قبل كده خدناها برده بالظبط. بس فهي القصه كلها كده، هي لا هو الموضوع كده، لازم انا حلمي مشروع ان انا احلم ان انا طالما مشارك في بطوله ودي سمه النادي الاهلي زي ما احنا بنقول، الطبيعي ان انا هشارك فيها وهلعب عليها. فالطبيعي ان انا هيبقى ليا تركيز وليا تحضير ليها، تحضير سواء بدني او تحضير ذهني.
طالما دخلنا في البطوله ولعبنا فيها واجتهدنا واخلصنا فيها وعملنا كل مجهودنا، الطبيعي ان انا لازم هيحصل لي دروب بعدها. ليه؟ لان انا خلصت كل التصفيه الذهنيه في ان انا في البطوله ان انا شاركت فيها، فتلاحم البطولات وتلاحم الماتشات ورا بعض الطبيعي ان انا بشر لازم هتاثر في وقت طبعا. من الاوقات. طب والبطوله الاهم حاليا افريقيا، وانا عارفه ان المشوار لسه بدري عليه، بس شايف فرص الاهلي في ان هو يحصل على اللقب العاشر ويحافظ في الدفاع عن لقبه ازاي؟ شايفها، هقول لحضرتك لو الاهلي ان شاء الله باذن الله باذن الله كسب الماتش اللي جاي وباذن الله هيكسب الماتش اللي جاي، انا بقول لك بنسبه 100% ان شاء الله العشره في النادي الاهلي ان شاء الله قولا واحدا. ونتمنى ان احنا قريب نبقى بنحتفل بالعشره في الاهلي. العشره يا اهلي باذن الله. ماشي، بشكرك جدا جدا كابتن عبد الله جلال الحقيقه نورتني النهارده، ودايما تبقى منورني وانت معايا في سلاديسا. شكرا 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 لحضرتك شكراً. وشكرا لحضراتكم على المتابعه، وبنتمنى نشوف هاشتاج العشره يا اهلي قريب، وطبعا بندعم فريقنا وفرقتنا ولاعبينا والجهاز قبل مباراة فيتا كلوب، ومباراة مهمة جدا وحاسمة بالنسبة لنا بنسبة كبيرة جدا. لازم يكون كل دورنا دلوقتي كل جماهير النادي الأهلي في ظهر الفريق. بشكر حضراتكم على المتابعة.